بعد أزمة مالية خانقة عاشها العراق في العام الماضي، والتي وصلت إلى حد توقف صرف رواتب الموظفين لعدة أشهر، بات الترقب يتزايد حول تصويت مجلس النواب العراقي على إقرار موازنة عام 2021، موازنة أثارت الكثير من الإشكالات حول بنودها في ظل العجز المالي. بلغ العجز في هذه الموازنة تقريباً 71 تريليون دينار عراقي في تبويب غير مبرمج وغير صحيح وغير مخطط له، فضلاً عن عدم التخطيط والمتابعة مع وزارة التخطيط التي تشرف بشكل مباشر على الاطلاع والإقرار على المشاريع الاستثمارية. وفي هذه الموازنة إذا اطلعنا نجد أنه ليس هناك أي مشروع إنتاجي استثماري في هذه الموازنة، وليس هنالك أي تخطيط لزيادة التنمية في مجال الزراعة وفي مجال الصناعة. حقيقة هي الموازنة الهم الأكبر فيها هي تأمين رواتب الموظفين، استمرار بعض المشاريع الخدمية في أن تحقق ما تسبو إليه من نتاج. هناك قلق يكتنف عموم المختصين والمهتمين وبالذات المواطن، هناك قلق على الراتب، هناك قلق على استمرارية الوضع الاقتصادي على ما هو مطمئن وآمن، ونترجى ونتطلع أن يكون قادم الأيام تبعث أملا لدى نفوس العراقيين. مكتب مجلس النواب العراقي في محافظة كربلاء المقدسة عقد حلقة نقاشية حول قانون الموازنة المالية. المشاركون في هذه الندوة بيّنوا أن أغلب بنود هذه الموازنة تتعارض مع البرنامج الحكومي والإصلاحات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي. اليوم مجلس النواب العراقي مكتب كربلاء يقيم ورشة عمل خاصة بمناقشة موازنة 2021، هذه الموازنة التي ثبتنا الكثير من الملاحظات عليها. اليوم بوجود عدد من المختصين من الأكاديميين سيتم المناقشة وترفع العديد من التوصيات، وإن شاء الله أعضاء مجلس النواب العراقي في محافظة كربلاء المقدسة سيتم تبني لهذه التوصيات ولهذه الملاحظات ولغرض مناقشة الموازنة وإجراء العديد من التعديلات عليها بالشكل النهائي الذي يخدم المجتمع العراقي ودون المساس بحقوق الشعب العراقي. مشروع الوسطة المسودة مالته من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب فيها قلق كبير، منها زيادة في حجم المصروفات وبالتالي يؤثر على العجز ربما بعد سنوات قادمة، قد الحكومة لا تستطيع أن توفي بهذه الالتزامات. وتتزامن مناقشة قانون الموازنة الاتحادية للعراق في مجلس النواب مع تفاؤل كبير على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما يرجح تحقيق قفزة في حجم الإيرادات وتقليل نسبة العجز المخطط في مشروع الموازنة الحالية. من كربلاء المقدسة معتز العبودي، زكروس تيفي.